البروفيسور كمال بوزيد الأب الروحي لمرضى السرطان في الجزائر، من أقدم الأطباء على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، الرئيس السابق لمصلحة طب الأورام السرطانية بيير وماري كوري. جميع واحد تعامل معاه ولا داوى عنده على باله بلي كمال بوزيد من الناس اللي كرست حياتها باش تحسن العلاج وباش تخفف الوجع على المرضى، خاصة في ظل جائحة كورونا. كان بطل من أبطال الجيش الأبيض، خاطر بصحته وقدم المجهود تاعو باش المرضى يتلقاو الدواء والعلاج الكيميائي، وتهنيك باش يوفر لهم الرعاية والراحة في المصلحة. خلال مسيرته المهنية المتميزة شغل بروفيسور منصب رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية لمكافحة أمراض السرطان، اقتناعا منه بالدور الأساسي للعلم والبحوث، فهو يعد من الرواد العالميين اللي خدموا أبحاث السرطان واللي علموا وكونوا أجيال عديدة من الأطباء. يبقى رجلا اللي مت بزاف لبلاده. كنتم خير الأطباء مهنة أخلاقا وتعاملا، قدمتم وما زلتم تقدمون أحسن ما عندكم، ولا يزال السخاء عنوانكم. هنيئا لكم التقاعد سيدي.